المقبل، ماذا تنتظرون منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاجتماع العربي ينتظر منه الشعب السوري أن يسرع، لأن النتائج لا شك أنها ماضية باتجاه واحد، اتجاه أن يعني يفقد النظام السوري شرعيته، لأنه لم يبقي مجالا لأي طريق آخر. لذلك المسألة ما ينتظره الشعب السوري، ما ينتظره الثوار في سوريا، أن يسرع العرب في هذه النتيجة حتى لا تكون الفاتورة فاتورة دماء فاتورة كبيرة. الكل يقرأ أن الوضع العربي، الوضع الدولي، كل هذا يتهيأ نحو أن يبعد هذا النظام الذي يقتل شعبه بكل معاني القتل ولكل معاني الإنسانية، من مسألة بدأت بقتل الطفولة عندما قتل أطفال درعا، واليوم عندما اعتدى على الحجاج الذين هم في كل الأعراف وفد الله، عندما يعتدى على حجاج أيا كانوا هؤلاء الحجاج من أي بلد كانوا، فهذا النظام حرب على الطفولة بدأها، ثم اليوم يعتدي على الحجاج، وبعد ذلك يعتدي على الوافدين العرب، على العلم، الطالب السعودي حسين الخالدي الذي قتله النظام اليوم في سوريا. فأثبت هذا النظام بكل المقاييس منذ بداية الثورة السورية التي لا يريد أن يعترف النظام أنها ثورة، والتي ما يزال يلعب النظام لعبته على أن هذه خلصت وتمثيلية ومؤامرة كونية وهذه الكلمات. فلذلك العرب الآن مطالبون بالتسريع تداركا لأرواح الشهداء ولأرواح السوريين التي تزهق صباح مساء. كنا قد رأينا رفض النظام، وهو قال تعديل، رفض النظام للمبادرة العربية، رفض دخول السجون لأن في السجون نساء، ولو جاء الوفد العربي والمراقبون العرب ورأوا وأعلنوا ذلك للعالم سيكون هذا فضيحة قاتلة للنظام. رفض أن تدخل اللجنة، لجنة مراقبة، أن تدخل المشافي، لأن المشافي فيها ما فيها من الآلام والمعاناة والفضائح للنظام السوري. رفض أن تدخل الأماكن بمفردها. فالعرب ينبغي أن يقرأوا المسألة قراءة صحيحة، والكل ينبغي أن يقرأ المسألة قراءة صحيحة. لذلك هم مطالبون الآن بتوفير فاتورة الدماء التي في كل يوم نسمع في الصباح شهيد وشهيدين، نعم. ثم لا يأتي المساء إلا ويبلغ الرقم 30 و40 شهيد. هذه الفاتورة الكبيرة التي تدفع من دماء السوريين، آن للعرب، للحكومات العربية، للأنظمة العربية أن تقف في وجه هذا القتل الممنهج والمنظم والذي يزداد يوما بعد يوم. رح أرجع لك طبعا شيخ مطيع. دكتور عصام خليل، يعني الجامعة تقول أن التعديلات السورية تمس جوهر الوثيقة، هل لك من تعليق على ما قالته الجامعة العربية، ولك من تعليق على ما تفضل به الشيخ مطيع؟ مساء الخير لك أخي الكريم، أهلا فيك، وللكرام من ضيوفك وللسادة المشاهدين. أنا لا أريد أن أعلق على أحد، ولست هنا في وارد الرد على أحد، لكنني أريد أن أتحدث عن الجامعة العربية ودورها. نعم. وبداية قد يكون ملائما أن نحدد باسم من نتحدث. عندما يتنطح كل شخص ليتحدث باسم السوريين أعتقد أن في ذلك مبالغة كبيرة، ذلك أن حزبا مغلقا على المتشددين من طائفة معينة لا يمكن أن يكون ممثلا للسوريين. هذه مسألة يجب أن تكون واضحة بشكل دقيق. عما تتحدث الجامعة العربية أمر طبيعي. نعم. الإخوان المسلمون، نعم، حزب مغلق على المتشددين السنة، وبحسب معلوماتي منذ تأسيسهم في الأربعينيات من القرن الماضي لا يوجد في صفوفهم شيعي أو مسيحي أو أي انتماء آخر. كيف يمكن أن يكون هذا حزبا وطنيا يمثل السوريين؟ دعنا نكون واضحين في هذه المسألة، نتحدث كل منا باسمه ويقدم وجهة نظره ورأيه. أخي الكريم، الجامعة العربية الآن هناك إحباط في الشارع السوري نتيجة هذا القرار لسبب بسيط. بات واضحا أن بعض الأنظمة العربية تمارس دورا سياسيا تجاه سوريا ولا تمارس دورا إنسانيا مرتبطا بوقف العنف أو بالخروج من الأزمة. نعم. وهناك شواهد متعددة على ذلك. لم يصل العرب في جرأتهم بالمطالبة بسحب السفراء، بطرد السفراء الإسرائيليين من بعض العواصم العربية، ولا باستعادة سفراء العرب من بعض السفراء العرب من القدس المحتلة أو من تل أبيب.
كل ذلك يجعلنا نتخيل أن الجامعة العربية المحكومة الآن بأداء بعض الأنظمة السياسية المختزلة في الأنظمة الملكية. ولاحظ أن مجلس التعاون الخليجي ضم إلى عضويته الأردن والمغرب على كل هذا الفاصل الجغرافي لكي يشكل ثقلا سياسيا يستطيع عبره السيطرة على قرار الجامعة العربية. الآن لا يمكن أن يمر القرار لا يوافق عليه مجلس التعاون الخليجي. أنت تحدثت في بداية التقرير عن عسكرة الثورة. أخي الكريم، المال والسلاح الذي يتدفق إلى سوريا أكثر مما يمكن لك أن تتخيله. من أين؟ لا يوجد القتل بالمعنى من دول الخليج يا أخي، من دول الخليج تحديدا. وأنا أعتقد أنه في وقت قريب جدا سوف يتم الكشف عن كثير من الملابسات. أما القول بأن سوريا أدخلت تعديلات جوهرية تمس جوهر المبادرة العربية أو جوهر أداء اللجنة، كان يفترض بالسيد أمين عام الجامعة العربية أن يطلعنا على هذه التعديلات. من حيث المبدأ، من حق كل دولة في العالم أن تدافع عن سيادتها، والسوريون قالوا نحن لا نقبل بأي تصرف يمس بسيادة الدولة. ليش الوزير المعلم ما أطلعنا عليها كمان بالمقابل دكتور عيسام؟ هذه المسألة هذه المسألة يا أخي الكريم، الوزير المعلم وسوريا عموما تمارس الآن سياسة هادئة، لا تريد قطع شعرة معاوية مع العالم العربي، تريد استثمار قدر الإمكان أن لا يكون هناك قطيعة تعطي مبررا لهذه الأنظمة لنقل الملف السوري إلى الأمم المتحدة. لأننا نعلم منذ الدقيقة الأولى لما يحدث في سوريا أن السيناريو كان جاهزا نحو تنفيذ منطقة عازلة، نحو تنفيذ مجلس انتقالي، يتم استدعاء التدخل الأجنبي ويتم نفس السيناريو الذي كان موجودا في ليبيا. وأنا أحيلك في هذا الصدد إلى تصريح لأحد أعضاء مجلس اسطنبول الآن، يقولون كانت تظاهرات سلمية ولكن بسبب القتل تحولت إلى تظاهرات بإسقاط النظام أو مطالبات بإسقاط النظام. أليس هذا مختزل رواية المعارضة؟ خليني أسمع لك تعليق الدكتور عيسام. خليني أسمع هذا موضوع. عفواً لحظة صغيرة بس. بدي أسمع تعليق الشيخ. عفواً لحظة صغيرة بس أخي مرسيل. يا أخي مرسيل. لحظة صغيرة بس لحتى تكون الصورة واضحة. فضل. عضو مجلس اسطنبول أظنه السيد أنس العبدة في حوار مع زميلك جورج صليبي برنامج الأسبوع في ساعة منذ 3 أسابيع قال بالحرف الواحد بلدة مضايا بلدته فيها من السلاح ما يكفي سوريا كلها، وبالتالي هو ليس بحاجة إلى أسلحة، وهو يفتخر بأن هذه البلدة أعلنت بعد 3 أيام يعني بعد 15 أدار بثلاثة أيام رفعت شعار إسقاط الرئيس. كيف يمكن أن يكون الأمر ردا على القتل إذن؟ الأمر مبين منذ اللحظة الأولى ونحن نعرف ذلك جيدا، لكننا نحاول قدر الإمكان أن نتفادى تمزيق وحدة المجتمع السوري. نحن نعتقد أن وحدتنا الوطنية هي الضامن الأساس لحمايتنا وللخروج من هذه الأزمة. قبل ما أسمع تعليق الشيخ مطيع وتعليق الدكتور محمد نور الدين، من مجموعة مداخلات المشاهدين على تويتر وعلى الفيسبوك ردا على سؤال: هل تعتقد بأن تركيا ستتدخل عسكريا في سوريا؟ ميشيل عبدو: كلا، إنها لا ما بتسترجي. سومر داود: No for sure not. إيران will won't stand still. Plus the Syrian people and army are ready to die for their country. تنسيقية درعا: نعم سوف تتدخل ونحن نريد تدخلها بالتعاون مع الدول العربية. أمل محمود: منيح بل تعرف تركيا حجمها. درعا العزة: نعم، وعند تحريك أول دبابة تركية سيقر بثأر إلى إيران. محمد: سوريا الأسد فشر بعينهم يقربوا باتجاهها. علي حسن: لن تجرؤ تركيا على التدخل، وبداية التدخل وبداية النهاية لتركيا. هل هذا الموضوع مبالغ فيه، مسألة التدخل التركي؟ يعني هل هو تهويل أم سيتحول إلى حقيقة دكتور محمد؟ باختصار شديد قبل نفوت على تعليق الدكتور الشيخ مطيع. أنا بتقديري التركية عندها سلكت سياسة حرق المراكب مع سوريا، ذهبت أبعد من الملكيين في العلاقة مع سوريا، وعندما لم تصل إلى غايتها وجدت نفسها أنه هي في طريق مسدود، ما عاد قادر تراجع سياستها ولا عاد قادر ترجع إلى الخلف، وبالتالي كان كل يوم تصريح تصعيدي أكثر من اليوم اللي قبله، وصولا إلى خلق منخات أنه ممكن يصير منطقة عازلة، ممكن يصير تدخل عسكري، ممكن يصير كذا. لكن أنا بتقديري كل هذا يقع في نطاق التهويل، لأنه كل شروط التدخل العسكري في سوريا التركي إن كان بمفردها أو حتى بالشراكة مع الأطلسي أو مع الأمم المتحدة غير موجود.
شيخ مطيع، يعني عندك تعليق على الشيء اللي تفضل وقاله الدكتور عصام خليل فيما يتعلق بعسكرة الثورة بدور مجلس اسطنبول مثل ما سميكم الأستاذ عصام؟ طبعا أخي الكريم، نحن يعني كما يعني ذكر ينبغي أن ننطلق من عدم التعصب لأي شيء. بالمناسبة يعني مثلا أنا لا أنتمي لأي حزب، أو معي إخوتي في المجلس الوطني، معي إخوة مسيحيون موجودون في المكتب التنفيذي وفي الأمان العامة وفي الهيئة، معنا إخوة دروز موجودون في الأمان العامة وفي الهيئة العامة، ومعنا إخوة علويون كذلك موجودون. هذه مسألة. المسألة الأخرى، شعارات الثورة السورية منذ أن طلقت، هذه القراءة الصحيحة وهي نحن نحتاج إلى الأفعال لا إلى الأقوال. كل العالم رأى أن السوريين سموا جمعة باسم صالح العلي، وهو رمز من رموز سوريا، وهو رمز من رموز العلويين من في البلد الذي انطلقت فيها الثورة، وسموا جمعة بأزادي. أنا أريد أن نقرأ قراءة صحيحة. والنظام الآن يقول طائفية، يقول الطائفية متى؟ قال هو عندما كان يقاتل الثوار في درعا يقاتلهم، قال هناك عصابات. بعد أن ظهر للعالم أنه لا توجد عصابات في درعا، وأنا كنت ممن يعني استهدفني النظام، وأنا مهندس في درعا، كل أهل درعا يعرفوني، ولي سلوك ما لا أستطيع أن أحمل سكين يعني، وغيري كثر. كذلك عندما أذهلت حمص هذا النظام وأصبحت عاصمة الثورة، كيف يلعب النظام لعبته؟ وحمص ثقل سوريا، وحمص يعني رقي سوريا، لم يجد بدا وطريقا إلا أن يقول طائفية. ولم نجد شعارا واحدا رفع وقال أن الثوار يدعون إلى الطائفية أو يرضون بالطائفية. ومن يدعو إلى الطائفية لا شك أن الشارع سيسقطه. الشعب السوري والثورة السورية شعبة. هذه المشكلة أن النظام لا يريد أن يقرأ قراءة صحيحة، لا يريد أن يقول هي ثورة. وأنتم تقولون ربيع عربي، لماذا يكون في مصر ربيع عربي؟ عندما ذهب مبارك لماذا قلنا ربيع عربي؟ عندما ذهب زين العابدين لماذا قلنا ربيع عربي؟ عندما سقط القذافي لماذا قلنا ربيع عربي؟ والآن سيسقط بشار الأسد، وبعدئذ سيقرأ الإخوة القراءة الصحيحة. وأن الآن هذا الكلام الذي أقوله، الآن بدأ العالم يظهر كل من كان يقف مع القذافي، وأنا أريد للإخوة الآن الذين يقفون مع بشار الأسد أن يدركوا أنفسهم قبل أن تفوت فرصة. الآن رأينا مفتي القذافي كيف حاله، رئيس المخابرات كيف أصبح حاله، ابن القذافي كيف جرى هذا الرجل الويلات على الرجال يعني. الذين لا نريدهم. عم بتخوفهم يعني شيخ مطيع، عم بتخوفهم للأشخاص البعض مع النظام؟ أنا أريد للإخوة، لا أريد أبدا، لأن هذا ليس تهديد، ولكن هي دعوة إلى أن الوقوف بجانب الثورة التي تصنع الآن. الحقيقة الآن سوريا تعود إلى حقيقة عهدها ومجدها. سوريا بلد الحضارات. شيخ مطيع، حكي الدكتور عصام، حكي الدكتور عصام عن مجموعات تسلح من الداخل من الخارج وتدعم ماليا من الخارج، هذه يعني وقريبا مثل ما قال هذا الكلام سيكشف عنها. أبدا هذا الكلام، عفوا لو سمحت لي، هذا الكلام أنا التقيت مع بشار الأسد في الشهر الرابع صحيح، وكان كل أهل درعا وفد درعا موجود، فقال لنا عن هذه التمثيلية، هو قال العصابة المسلحة موجودة. قلنا له إذا أحببت نحن أهل درعا نستطيع، وطبعا أنا أقول لك ولا أفشي سرا أن كل اللقاء هذا مسجل وموجود، والوقت الذي يطلب فيه المراقبون الدوليون أن تظهر هذه المقابلة ويسمع الكلام الذي دار بيننا وبين بشار الأسد سيظهر هذا التسجيل. قلنا له إنها عصابات نعم سجلنا. كان أحد الإخوة استطاع أحد الإخوة أن يدخل معه جهاز موبايل ويسجل 3 ساعات متواصلة لهذا اللقاء وسجل هذا الكلام. فقلنا له إن العصابة التي أظهرتموها في درعا نحن نعرف الأفراد الذين قاموا بهذه التمثيلية، وإذا أحببت سنسلمك هؤلاء الأشخاص. قال سأجعل خطا ساخنا بيني وبينكم حتى أنهي هذه المسألة. خرجنا، الذين خرجوا من هذا اللقاء الآن الشيخ أحمد صياص رهن الاعتقال الجبري، وأنا أتحدى أن يظهره للإعلام. أنا استهدفوني بالرصاص، غيري ما يزال في السجن، ومن هنالك من قتل أبنائه. هذا هو الحوار يا أخي، هذا هو الحوار الذي يريدنا النظام أن ننجر إليه، حوار القتل، حوار القمع، حوار النازية. هل يرضى إخوتنا الآن الذين يساندون النظام أن يكون مصير أي معارض حر هو القتل أو النفي لأني أعارض؟ أين هي مساحة الحرية؟ لا. أين هي مساحة مجال أن أقول حق، كلمة حق؟ طيب. خليني أرجع معك شيخ مطيع، خليني أرجع معك على محل تأختم مسألة الجامعة العربية ودورة وشو المنتظر من اجتماع الخميس. هل نحن رايحين على تدويل على أمم متحدة على مواجهات؟
سوريا اتهمت أطرافا عربية باستخدام الجامعة كأداة للوصول إلى مجلس الأمن. تعليقك بكلمة. تفضل. بكلمة واحدة، سوريا هي التي وافقت على القرار 1441 الذي أهل لدخول أمريكا إلى العراق، هي الآن هي التي قررت هذا، هي الآن تريد ألا تدول. لما تتعامل بمكيالين؟ نحن لا نريد هذا الأمر، سوريا هي التي تريد التدويل. لماذا يتكلم عن منطقة عازلة تركية فقط وامبراطورية، ولا يتكلم أيضا عن منطقة عازلة في جنوب سوريا وهي ما يطالب بها الثوار في هذا الجوار الذي تدخل سواء، وسوريا هي التي تخرق الحدود على لبنان، والعراق امتنعت عن التصويت، لذلك بقي تركيا وبقيت الأردن، وهذه المناطق التي يمكن أن تقام فيها مناطق عازلة. تعليقك على مسألة المنطقة العازلة دكتور عصام. أخي الكريم اسمح لي لحظة واحدة فقط، أنا أعتقد أن الهروب من مواجهة الحقائق لا يغيرها، والقفز فوق الواقع لا يلغيه. أنا تحدثت تحديدا عن حزب الإخوان المسلمين، ولم أسمي مجلس اسطنبول أنه مجلس مغلق على طائفة معينة، لا، أنا أعلم أن هناك بعض الصور الموجودة فيه لكي تكون هذه الفسيفساء المشكلة بزعامة الإمام برهان غليون الذي قبل الإخوان المسلمون أن يصلوا خلفه الآن لأنه بوابتهم لكي يكونوا مقبولين في المنطقة. لكن أنا أحلتك إلى شخص محدد من مجلس اسطنبول هو السيد أنس العبدة، فإذا كان شيخك الذي يتحدث الآن صادقا فالسيد أنس كاذب، وإذا كان السيد أنس صادقا فالشيخ الذي يتحدث الآن يقول كلام غير دقيق، وليختر لنفسه ما يشاء. هلا أنا ما إلي علاقة باللي قاله على غير محطة، نحن علينا نتناقش مع الشيخ مطيع أستاذ عصام. يعني هلا أخي الكريم عندما بس خليني أنطلق معك من سؤال ثاني، يعني عم تحكي الدكتور عصام حول مسألة التسليح. طيب التسليح جاء ردا على استمرار أداة القتل، يعني أدوات القتل موجودة، لماذا لا يتوقف القتل من قبل النظام، من قبل الأداة العسكرية في النظام حتى يتوقف التسليح؟ طيب شخص زي تقتله ما بيتسلح تيدافع عن حاله؟ لماذا لا تعكس هذه الرواية وتسأل أليس من الضروري أن يدافع الجيش عن نفسه؟ أليس الجيش مسؤولا عن حماية المدنيين؟ لماذا لا تقلب السؤال لكي يكون دقيقا وحقيقيا؟ ضيفك الكريم من اسطنبول يتحدث عن تهديدات، أنا يا أخي الكريم لست منتمياً إلى النظام ولا أعمل في النظام، وإن شئت فلا علاقة لي به لا من قريب ولا من بعيد، وأنا لمجرد أنني أظهر على الشاشات وأتحدث بشكل يطالب بالحرية ويطالب بالديمقراطية وأقول أنا ضد الاعتقال وأنا ضد انتهاك حقوق الإنسان وأنا ضد القتل، ولكنني أيضا لا أقبل بالعصابات المسلحة. أنا شخصيا تعرضت للقتل من هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم بديلا ديمقراطيا عن النظام. من مين تعرضت للقتل؟ بمين تعرضت للقتل؟ من الثوار المناضلين. وين؟ من هؤلاء المناضلين يا أخي تعرضت للقتل في سوريا وفي قبرص، وهناك شواهد على ذلك. هؤلاء الذين يقدمون أنفسهم بديلا ديمقراطيا على النظام، الديمقراطية بالنسبة لهم تعني أن توافق على رأيهم، نعم، تعني أن تسير خلفهم، تعني أن تقبل بمذبحة في سوريا لكي يصلوا إلى السلطة. إذا كانوا مطمئنين إلى بعدهم الشعبي، لماذا يطالبون بالتدخل الأجنبي كما فعل الإخوان المسلمون ولا يطالبون بلجان رقابة على الانتخابات؟ يمكن أن يطالبوا بلجان مراقبة على الانتخابات ليضمنوا نزاهتها وحياديتها وشفافيتها، وتفضلوا لنعرف كم هو حجمكم في الشارع السوري، لكنهم يعرفون جيدا أنه لا ثقل لهم وأنهم عاجزون عن الوصول إلى السلطة إلا عبر صواريخ الناتو، وأنا أقول لهم إن هذا أمر أبعد مما تعتقدون. تعليقك شيخ مطيع، أنتم مش قادرين توصلوا إلا من خلال التدخل الأجنبي، من خلال الدعم الخارجي، ليش ما بتقبلوا بمراقبين الإشراف على الانتخابات وساعتها الشعب بيقرر حجم هذه المعارضة وإمكانياتها ودورها؟ يا سيدي كل العالم يقرأ ويعرف كيف تكون الانتخابات في سوريا، ونحن عشنا عم نحكي عن مراقبين. عهد عم نحكي عن مراقبين. نعم نعم نعم. إذا كان النظام حتى الآن لم يسمح لمراقبين عرب أن يدخلوا إلى سوريا في حالة الثورة، فهل سيسمح بدخول مراقبين في حالة الاستقرار؟ هتتناقض، لا يمكن أن يسمح. لماذا لا تحرجوا النظام؟ أحرجوا. نعم أحرجوا النظام، يقول أحرجوا النظام واطلبوا، حرجوا لها النظام، أحراج النظام يا أخي. هذا
هذا الكلام كلام أنه سنقبل بانتخابات سنقبل بإصلاحات، كل العالم يرى هذا الكلام. معنى القبول بهذا الكلام يعني وضع البصمة على مزيد من القتل، لأن النظام غير صادق في أي كلمة يقولها. أخي الكريم، هنالك نقطة مهمة جدا وطرحها الأخ عصام، وهي مسألة التسليح، وأنا لا أريد أن أبتعد عنها، وهي جوهر. منذ الأيام الأولى في درعا حرص النظام على إيصال أسلحة لبعض الصغار من أجل أن يكون هنالك عصابات مسلحة. الشهر الماضي استورد السوري 2 مليار دولار سلاح لقمع المتظاهرين. هل عندما ينشق أحد الجيوش الجنود الذي لا يريد أن يقتل أهله، هل يكون هذا عصابة مسلحة؟ هذا هو السلاح الذي هو موجود في سوريا. إذا كان نظام سوريا زرع الألغام على حدود الأردن من أجل ألا يفر شخص بنفسه، فهل يمكن إدخال السلاح إلى سوريا؟ كيف يمكن إدخال السلاح إلى سوريا والنظام تتفجر الآن الألغام بالأشخاص الذين يفرون بحياتهم؟ هذه مسألة يقرأها كل الناس. والواقع ماذا تفعل إن كان هناك سلاح أخي الكريم؟ ماذا تفعل البارودة في مقابل الطائرات؟ منذ اليوم الأول استخدم سلاح الجو. هل عند المتظاهرين سلاح جو؟ أنا أريد أن تقرأ المسألة، تقرأ قراءة صحيحة من غير تحيز أو تعصب أو ابتعاد عن الحق. منذ اليوم الأول حرص النظام على غاية القمع، وحرص بالمقابل على ألا يقال ثورة سلمية. والآن الثوار السوريون هم أرقى ثوار العالم، لأنهم يبتعدون عن القتل، يبتعدون عن الطائفية، يبتعدون عن كل ما يخدش أي سوري. لكن الجيش السوري الذي هو حماة البلاد هو الذي يحمي الناس، هذا عندما ينشق هو حقيقة يؤدي الرسالة الحقيقية، وهذا هو الذي نعول عليه. خليني أسألك هون دكتور، يعني اليوم ببرنامج المجلس الوطني للمرحلة المقبلة بدي أسمع تعليق الدكتور محمد نور الدين بعد منا حول موضوع الدور العربي. لاحظنا تركيز على دور المؤسسة العسكرية للمستقبل، أليس في هذا رشوة للمؤسسة العسكرية للمرحلة المقبلة، بما معناه أنه تحيد هذه المؤسسة نفسها لأنه راح يكون عندها دور بالمرحلة المقبلة، ما تخافوا على حالكم نصير مثل مصير جيش صدام حسين، مصير جيش البعث، نحن ما راح نقرب عليكم، أنتم راح تكونوا معنا ببناء سوريا الغد. ليش عم تعطوا هذا الدور للمؤسسة العسكرية ونحن عم نشوف أيضا تجربة ما يجري في مصر اليوم؟ تفضل، سؤال لك شيخ مطيع. نعم، سؤال لو سمحت. سؤال لك شيخ مطيع. ما سمعت سؤال، ظننت انك تسال ضيف الاستوديو. طيب راح اساله الضيف. سؤال لدكتور نور الدين، اللي هو مساله تركيز ببرنامج الوطني للمجلس الوطني حول دور المؤسسه العسكريه، دور الجيش السوري للمرحله المقبله، يعني راح يكون عنده الدور بالمرحلة الانتقالية، ما بتعتقد هذه رشوة يعني لهذه المؤسسة لتنقسم اليوم أو لتكون على جنب، ما تكون إلى جانب هذا النظام؟ يعني أنا بتعديري إن كان الكلام عن إعطاء دور المؤسسة العسكرية ببرنامج المجلس الوطني السوري، نعم، أو كان مثلا التسليح المعارضة أو الاعتقالات أو غيره، دخلت الأزمة السورية بمرحلة الغرق في التفاصيل، وبالتالي ابتعدت عن يعني ملامسة جوهر هذه الأزمة، اللي هي ما في شك أنه الإصلاح هو وجه أساسي وجوهري في هذه الأزمة، والمطلوب الإصلاح الديمقراطي والتعددية وإعطاء كل أقلية حقوقها وتداول السلطة وما إلى ذلك. لكن ما حدا ينسى أنه هذا الصراع هو صراع الخيارات السياسية الكبرى في المنطقة، اللي هو عندما منقول إنه إيران سوريا، ايه يعني عندما منقول إنه بدنا إصلاح، طيب هذا الذين يطالبون بالإصلاح مين هن؟ عم نقول نحن هيدا مطلب عدالي وحق وجوهري، يعني كأنا لكن الدول اللي تطالب بالإصلاح اللي تقود ورأس الحرب في المطالب بالإصلاح هي دول غير ديمقراطية، هي دول تتوارث السلطة من مش 10 20 سنة و 30 سنة. طيب شو بدك تقول؟ الدول عم نحكي عن مطالب شعب سوري، هن الدول اللي احتلوا العراق وقتلوا مليون عراقي وما إلى ذلك. لا بس نعرف هيك، نعرف إنه نحن لا، مطلب الإصلاح كلمة حق يراد بها باطل، هو المقصود الخيارات السياسية، وهو إخراج سوريا من هذه المنظومة اللي يعني تغير سوريا، هذه هذا الخيار السياسي. نعم. مقاومة ما حدا بيحكي بالإصلاح، ما حدا بيحكي بالإصلاح، مستعدين إنه ضل بشار الأسد 200 سنة إذا كان في عمر طبيعي للإنسان إنه يعيش حتى 200 سنة. هذه مسألة أساسية. لهالسبب أنا بتقديري الأزمة السورية وصلت إلى طريق مسدود، لا النظام قادر يلغي المعارضة و
ولا المعارضة قادر تشيل النظام. أحد أسباب النظام هي التماسك في المؤسسة العسكرية اللي بيان المسلك الوطني أو برنامجه بيحاول يحدث قرق في الداخل. حتى تركيا داوودوغلو بأول شيء الأول طالب أو توقع أن يحدث انقلاب في داخل النظام. هذا دليل لأنه صارت الأزمة في طريق مسدود. بس انشطاط الجيش اللي عم بيكبر شوي شوي بظل وضع اقتصادي ممكن يكون أصعب وأصعب وأصعب. يعني هذا ما بتعتقد أنه ممكن المجتمع الدولي يبني عليه شيئا؟ عم ينشغل عليه يعني بغياب خيار إسقاط النظام عن طريق التدخل العسكري الدولي بوجود الفيتو الروسي والصيني وبعدم وجود قرار أطلسي ممكن يكون بديل عن قرار مجلس الأمن وعدم رغبة وقدرة تركيا على التدخل العسكري المنفرد في سوريا، أنا بعتقد بدأت مرحلة جديدة في محاولة إسقاط النظام من الداخل. إن لم يكن عبر انقلاب عسكري يبدو مستحيل، فعلى الأقل عبر يعني خلق أجواء معينة من خلال جيش سوريا الحرة اللي رئيسه رياض الأسد. أسمع تعليق على في كتيبة بالإسكندرون، في كتيبة بشمال لبنان، وهذه أنا برجع بذكر المسؤولين اللبنانيين في والله ما في. أعتقد إنه في مرحلة جديدة. مبارحة على التلفزيون. ما بعرف يعني يمكن تكون سرية. يمكن تكون مش مبين. راح أسمع تعليق الدكتور عصام والشيخ يعني البوتين. بس عندي اتصال من ماي من دمشق يبدو. ماي تفضلي. مساء الخير استاذ مرسي. ما توزينا تاخرنا عليك، تفضلي. ولا يهمك، بس انت دائما من اهم المحاورين في الوطن العربي، وبدي اوجه لك تحيات الشعب السوري. شعب سوريا الشامخه، سوريا العز، سوريا الاباء، سوريا الصخريه اللي باذن الله ما حدا بيقدر يهزها ولا يدمرها. مين ما بده استاذ مرسي، مين ما بده استاذ مرسي يهدد لي، اهلا وسهلا بالتهديد. وظاهر ما منهم قارين تاريخ الشعب السوري. انا استاذ مرسل تولد الثمانين، يعني ما بكتر ماني مثل ما بيقولوا خطيارة، بس انا صبية عندها كرامة، صبية عندها عزة. وقت اللي بشوف شخص سوري يدعي لتدخل تركيا يلي دروبنية بعد 40 سنة من المقاومة، 400 سنة ظلت محتلتنا تركيا ودروبنية، بيطلبوا انه ترجع تضربنا. لا، هيدي كبير كتير استاذ مرسيل. على كل بدي وجه من خلال برنامجك تحية اجلال وكبار لقائدي، لقائد ارضي، لقائد شعبي، لقائد شرفي، عزتي، كبريائي، سيدنا السيد الرئيس بشار الاسد. انا مالي بن طايفته لحتى يقولوا. شكرا ماي، اهلا وسهلا فيكي. راح اتوقف مع بريك، بعد بريك ادخل مباشره الى المتابعه الحديث مع الدكتور عصام. وطبعا الدكتور عصام عنده تعليق يمكن على شيء كان عم بيقوله الشيخ مطيع. عندك تعليق شيخ الدكتور عصام هلا؟ لا لا اخي مرسيل، لست في ورد التعليق، لكن انا اريد ان انوه الى نقطه محدده. نعم. أن مجلس اسطنبول ليس الجهة الوحيدة التي تطالب بالإصلاح في سوريا، هو يريد اختزال المعارضة في ذاته في مكوناته، كما لو أنه الوحيد الذي يطالب بالإصلاح. حقيقة الأمر السوريون جميعا يطالبون بالإصلاح، ونحن نريد حرية وديمقراطية وتعددية سياسية، ولا نقبل بالمطلق أن نعود للتنازل عن هذه الديمقراطية والحرية، نحن متمسكون بها. فهؤلاء ليسوا وحدهم من يطالب، لكننا مختلفون على آليات التوصل إلى هذه الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية. نحن نرفض التدخل الأجنبي رفضا قاطعا. ولاحظ أنه لا أحد يتحدث عن أقليات وأكثريات إلا خطاب مجلس اسطنبول. في الأكثرية والأقلية في سوريا هي أكثرية سياسية، لا أكثرية طائفية ولا أقليات طائفية. عندما تكون الأكثرية أو الأقلية سياسية فالأكثرية تحكم والأقلية تعارض، هذا ما نريده. أما أن يعاد تقسيم المجتمع السوري بأسس طائفية فهذا أمر في تقديري أن معظم السوريين يرفضونه. رح أعطي الشيخ مطيع التعليق بعد البريك الإعلاني، وبعد ما نشوف ريبورتاج حول سيناريوهات التدخل العسكري شو ممكن تكون كما تطرح في الإعلام وفي التداول. بريك إعلاني. واو، شو هالتفتيح؟ شو بتستعملي؟ فيرن لوفلي فيرن لوفلي. أنا بستعمل فيرن لوفلي كل يوم كمان. نيم؟ كيف؟ مضاعف، إذا بدك هيك تفتيح استعملي غسول الوجه بعدين إكرام تبعك. استعملي غسول الوجه فيرن لوفلي مالتي فيتامين، ومن ثم كريم فيرن لوفلي مالتي فيتامين للحصول على نتيجة تفتيح مضاعفة. والله فاتتكم سفرة لباريس، خيال خيال من جد. شوف كيف الأنوار، من جد اللي قالوا لك باريس عاصمة الأنوار.
وتعرفت على شباب فرنسيين يحبون الجو. يا اخي وين داري؟ وين برج ايفل؟ يا اخي شكلك ما طلعت من الهوتيل. اكيد يا ابوي عشان واي فاي. الآن استمتع بالإنترنت في كل مكان خلال سفرك فقط ب95 ريال. تبي تشوف صور روما؟ جديد من لك صابون الاستحمام السائل جوهر العطور الراقية مع لقيل العطور الراقية يلي بتغمر بشرتك لساعات طويلة بعد الاستحمام. جديد من لك جوهر العطور الراقية. بيروت شوارع أسرارة وأخبارة. حلو، أنا عم بشوف إن المصممين اللبنانيين هلا كل واحد صار يتجه إلى عاصمة معينة. تعرف شو بينبقى له وكيف تعتمد حالة؟ العنوان العريض مفهوم، بس خبرنا شوي شو المضمون. رح نحكي عن الأبراج، رح نحكي عن العطر، روائح الذكريات. بيروت حلوة بجاذبيتها. نحن أكيد عم نعطي رسالة كثير حلوة عن بلدنا. وما فيك تشيل عينك عنا. نحن عم نتمنى هيك دايما، جيبي لنا كتب ملفتة للنظر. حلو بيروت يوميا كتب المساء بتوقيت الصعوبه مباشره على الـ NBC الفضائي اللبناني. انظمه الصمت الفرنسيه الاصليه من انتظار. فكر تنخل صور فكر تنخل صور بنات الأوادر. جلسة عمراني حتى سياسي مهم. زهر زهر ايه زهر نعم طاكر نشوف. وإذا كل واحد منهم فاتح حسابه وجلسة في سلاح نحن منخترعه. جايب مع محامي يا خيي بلكي صار مثلا بلكي أحلى جلسة. مساء الخير وأهلا وسهلا بكل الأحبة المشاهدين. 3:30 المساء بتوقيت السعودية على الـ NBC الفضائي اللبناني. لحظات حرجة. الراجل ده مش ناوي يقوم يتكلم معانا أبدا. أنا هاخد بنتي وأمسك حالك كل بنت عندي. أنت عارف من الراجل دلوقتي وأنا صدها. لحظات حرجة يوميا 8 المساء بتوقيت السعودية على الـ NBC الفضائي اللبناني. الباب أمام التدخل العسكري الخارجي لإسقاط النظام في دمشق لا يزال مغلقا، إلا أن رياح العنف ربما تفتحه على مصراعيه، وهذا التدخل يستلزمه قرار أممي لحشد التأييد الدولي. فمن أين يمكن توجيه الضربات العسكرية؟ سوريا تقع في قلب محيط جيوسياسي مهم في المعادلة الإقليمية، ففي الشمال تقع تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، حيث يمكن أن تنطلق الهجمات بتفويض أممي لضرب أهداف استراتيجية في عمق الداخل السوري. هذا الخيار يرافقه التواجد العسكري الأمريكي في العراق، والذي قد يدخل المعركة إذا تم توجيه ضربات عسكرية قبل انسحاب القوات الأمريكية من هذا البلد نهاية العام، إضافة إلى القواعد العسكرية في الخليج، خصوصا قاعدة العداد في قطر والتي تديرها قيادة الأسطول الخامس الموجودة في البحرين. أما من الغرب وتحديدا من البحر الأبيض المتوسط، فيتواجد الأسطول السادس المجهز بحاملات طائرات وغواصات نووية وطائرات الاستطلاع، ويضم قوة بشرية كبيرة تتجاوز 20,000 جندي. وإلى ذلك كله يبقى العامل الإسرائيلي في المشهد في حال تفجر الوضع، ما سيدخل إسرائيل ضمن نطاق الحرب المباشرة. وبحسب الخبراء يتعين أن يكون لأي تدخل عسكري في سوريا أهداف واضحة ومحددة، وهو ما لم يتوفر حتى الآن من دون خسائر بشرية كبيرة، ليبقى خيار فرض الحظر الجوي والعقوبات الاقتصادية والسياسية الأوفر حظا في الحالة السورية، خصوصا مع الدعم الروسي متمثلا بقاعدة عسكرية في طرطوس على البحر المتوسط. تبقى مثل هذه الاحتمالات مجرد فرضيات في ظل امساك الاسد باوراق قوة تتمثل في الحليف الايراني وكذلك بعض المجموعات المسلحة في المنطقة. واي تدخل عسكري مفترض من بين هذه الاحتمالات قد يفجر المنطقة بحروب تتجاوز اراضي السورية. شيخ مطيع بتوافق بدكم هيك سيناريو يصير؟ والله أنا أولا أود أن أسمعك تعليقي، وهو الكلام عن الجيش ومسألة الرشوة وهي مسألة أساسية. هل نحتاج إلى جيش نحبه ونريده ونعتز به
نحتاج إليه وقد دفعت له الرشوة. أنا أذكر أنه عندما انشق أول ملازم في الجيش السوري انشق عن هذا النظام، قامت وسائل الإعلام بالسخرية من هذه الرتبة لأنها رتبة ملازم، وأظن كل المشاهدين يذكرون هذا الرتبة يعني، وهذه ليست يعني مثلا مصيحة. أنا لم أتحدث عفوا شيخ مصيحة، نعم. أنا لم أتحدث عن رشوة مادية أرجوك، أنا أتحدث تماماً بما معناه تعبير مجازي، هو رشوة معنوية لإشراك الجيش منذ اليوم بالقرار للمستقبل. يعني أنا لا قرأت ذلك قراءة صحيحة، نعم. وأقرأ يعني هذا الكلام، لكني أقول وأحمد الخلف أيضا وكان نقيب، وأحمد الخلف استشهد في بلده الرسن الآن وهي رتبة قليلة، الآن هذا النقيب أصبح باسمه كتيبة، فكذلك الجيش هذا الآن هنالك مسألة دقيقة جدا، هنالك قتل في الجيش الحر والجيش السوري، والنظام يقول هنالك قتل ونحن نقول هنالك قتل، لكن الكل يعلم أن هذا القتل يكون لمن يقرأ النظام فيهم أنهم لا يوالونه، لأن الثوار السوريين ليس لديهم من الإمكانية أن يصلوا إلى السكنات العسكرية والجنود بحيث يستخدموا ما يقتل الرقم الذي يقول عن النظام السوري، هؤلاء لا يمكن أن يقتلوا إلا إذا كان هنالك آلة قتل عظيمة جدا. الأخت الأخرى الكريمة التي تكلمت من دمشق وقالت من حقها أن تعيش حياة حرة، أقول لها أليس من حق هناء عياش وهي امرأة في سنها أن تعيش حياة حرة؟ وهناء عياش هذه في اليوم 25/4 دخلت قذيفة الدبابة إلى مطبخها في درعة، وتصور أن تصاب امرأة في بيتها وهي آمنة بقذيفة الدبابة ويحال بينها وبين ولدها. ماذا تقول هذه الأخت للأخوات في الجامعة التي هن أصغر سنا منها والتي يعتقلن صباح مساء، والتي لا تكذب الصورة أيها الإخوة كلكم تقرؤون كيف تجر بناتنا في الجامعة بامتهان، ثم بعد ذلك ما يكون أشد. لذلك هذا تعليق. والمسألة الأخرى هي مسألة المجلس الوطني والأكثرية والأقلية. أخي الكريم، مدام كل الناس يقولون ديمقراطية فدعوا هذه المسألة للشعب، ودعوا المجلس الوطني، ودعوا كل شيء، وليكن الشعب السوري حر أن يختار من يمثله رئيسه، لكن لا تحت الحكم يعني اختاروني وأنا موجود. كيف يصح هذا الكلام؟ هذه سياسة الحكم الواحد والطرف الواحد والقمع الواحد، لا يمكن، لا تصح هذه. الشعب السوري نختاركم والناتو موجود بيكون، إذا اخترناكم والناتو موجود بيكون خيارنا حر وديمقراطي؟ أنا ما قلت أن تختارنا والناتو موجود، لو أن الشعب السوري استطاع أن يوصل رسالته بأي طريقة لما لجأ أن ينزف وأن يسكب دماءه على أرض سوريا كاملة، إذا كان الطريق مختصر وإذا كان هنالك إنسان من أول يعرف أن النظام. أخي ارجع لماذا قامت الثورة، في فلسفة الثورة لو كان هنالك طريق. خليني بدي أسمع سؤال منك، بدنا نختصر لأنه بدي أخذ كثير إجابات بعد شيخ قبل ما أعطي تعليق محمد دكتور نور الدين والدكتور عصام. هل استنفدت كل الوسائل واليوم خياركم هو الذهاب إلى مجلس الأمن للمطالبة بتدخل عسكري في سوريا؟ هل أنتم مع تدخل عسكري في سوريا، نعم أم لا؟ نحن مع أن يقوى الجيش السوري ويسقط هذا النظام على يد أبناء شعبه، حتى نكون مهما بذلنا من كل شيء لا يعطى هذا النظام حجة. نحن خرجنا من إذا لم يتوفر ذلك، إذا لم يتوفر ذلك شيخ، لن تعدم الدول العربية طريقة لدعم هذا الجيش. أخي الكريم، هذا الجيش إذا دعم سيستطيع الصمود، والخوف من المنطقة العازلة لأنهم يعلمون أن 99% شو المقصود بالدعم العربي؟ شو المقصود شيخ مطيع؟ شو المقصود بالدعم العربي لهذا عندما الجيش؟ تقام المنطقة العازلة في جنوب سوريا أو في أي منطقة ويدعم الجيش السوري بكل ألوان الدعم، فإن الجيش السوري الحر سينشق إلى جانب شعبه ولن يرضى أن يذبح شعبه. لن يرضى هذا الجيش الذي هو منا ومن أبنائنا أن يذبح شعبه. دكتور عصام تعليقك، لأنه قال كلام كثير مهم يا أخي الكريم. قال كلام يعني كثير مهم مبدأ يعني عم ينحكى دكتور عصام عن سيناريو المنطقة العازلة، عم ينحكى عن سيناريو المنطقة العازلة، عن انشقاق الجيش، عن دعمه عربيا ممكن يكون تسليحيا وماديا، وهذا هو سيسقط هذا النظام اللي بالنسبة له ساقط حكما. يا أخي الكريم، ما هي منذ البداية كان هذا هو المخطط، وعندما قلنا ذلك يحاولون تكذيبنا. الآن هناك فئات كبيرة على الجيش السوري، الجيش السوري كله جيش حر، هؤلاء المنشقون لا يجوز أن نطلق عليهم. هل من انشق عن الجيش
هو جيش سوري حر والآخرون ليسوا جيشا حرا. هذا الجيش الذي قاتل نيابة عن الأمة العربية كلها ليس جيشا حرا. جيش 73 و82 و96 و2000 و2006 ليس جيشا حرا. هذا كلام مرفوض. هذا في إساءة للجيش السوري. هذا في انتهان لكرامات الشعب السوري. لأن الشعب السوري كله هو فرد من أفراد الجيش بحسب وجود الخدمة الإلزامية. هذا يعني افتئات على الجيش السوري لا يجوز. ثانيا مسألة المنطقة العازلة، لو أنهم استطاعوا إسقاط النظام لما طالبوا بالمنطقة العازلة، لأنهم لم يستطيعوا بالثقل الشعبي إسقاط النظام، وكان السلاح يرافقهم منذ اللحظة الأولى. ولا يكفي أن تنكر هذه المسائل لكي نصدقها، ولا يكفي أن تقول إن ذلك لم يحدث لكي يقتنع معك السوريون. نحن أيضا نشهد تصريح عموس جلعاد. تصريح عموس جلعاد كيف تقرأ الدكتور عصام؟ سقوط نظام الأسد خطر على إسرائيل. تصريح عموس جلعاد، سقوط نظام الأسد خطر على إسرائيل، كيف تقرأ هالحديث؟ أنا أريد أن أحيلك إلى تصريح معاكس لكوندوليزا رايس التي تقول إن الأسد نظام الأسد ليس صديقا للولايات المتحدة. ومن حيث المبدأ أمر طبيعي جدا أن تستغل إسرائيل هذه الفرصة لضخ مزيد من التحريض من أجل إسقاط النظام. بس هذا الكلام، هذا الكلام سبق وكلام لرامي مخلوف، رغم تنصل النظام من حديث رامي مخلوف، كلام رامي مخلوف في هذا الإطار يعني استقرار إسرائيل من استقرار سوريا واستقرار سوريا من استقرار إسرائيل، يعني منه بعيد كثير عن كلام عموس جلعاد. بحسب معلوماتي السيد رامي مخلوف، أولا هو يكون مسؤول عن تصريحاته، ثانيا أنا بحسب معلوماتي الرجل نفى أن يكون قد قال ذلك. وأنا رجعت بالمناسبة، أنا رجعت هو أعتقد كانت في نيويورك تايمز، رجعتها ولم أجد حوارا، لم أجد حوارا مع رامي مخلوف، وإنما وجدت تقريرا صحفيا أشار إلى أنه قال ليس هكذا بالضبط، لكنه قال لا تدعونا نعاني لأن سوف نجعل الآخرين أيضا يعانون. هكذا ورد في سياق التقرير باللغة الإنجليزية. أيا يكون يسأل عن الأمر رامي مخلوف ولا أسأل أنا. أخي الكريم، أخي مرسيل، أنا هنا لست ممثلا للنظام ولا أريد أن أكون كذلك. أنا أمثل من يخافون من التدخل الأجنبي. أنا قلت لك وأكرر القول، ليس مجلس اسطنبول وحده يدعو إلى الحرية ويدعو إلى الديمقراطية. معظم السوريين متفقون على هذه الخطوط، معظم السوريين يتوجهون نحو الإصلاح. المفارقة الكبرى أن النظام الآن يقول علينا أن نستمع إلى أصوات الشعب السوري كله، في حين أن مجلس اسطنبول يريد أن يحتكر شرف المعارضة ويقول أنه لا يوجد معارضون سواه. هذه مفارقة غريبة. أن تطالب بالديمقراطية وتحجب أغلبية الشعب السوري عن المشاركة في الحوار الوطني. أخي، إن كنا متفقين كما تفضل ضيفك الكريم على أن الشعب هو من يقرر، طيب تعالوا إلى الانتخابات، وإذا أخذتم الأغلبية فنحن سنسير وراءكم. أنا أعني أغلبية سياسية، لأننا في سوريا لم نكن يوما مؤمنين بأغلبية طائفية. وإن لم تستطيعوا سأعود لك، لأنه بدي إجابات مختصرة قدر الإمكان. دكتور عصام، دكتور محمد، شيخ مطيع، لأنه بعد اسم الله عليكم موادكم مهمة ولازم قدر الإمكان أحاول استفيد منكم. دكتور محمد، يعني حكي عن المنطقة العزي، حكي انه هذا الدكتور عصام حكي انه هذا ما كانت تخطط له هذه المعارضه من الاول. كنت عم تحكي قبل شوي عن شروط المنطقه العازله بالنسبه لك غير متوفره، بس بالنسبه لهم هذا السيناريو للمرحله المقبله يعول عليه، يعني انقسام في الجيش، منطقه عازله، تكرار النموذج الليبي. ليش حضرتك استبعدت اول شيء النموذج الليبي؟ اثنين، ليش ما مستبعد المنطقه العازله؟ اول شيء طبعا بليبيا في قرار مجلس الامن 1973 واللي اتخذ وفسر على الطريقة الأمريكية بأنه هو تبرير للتدخل العسكري في ليبيا. إذا في شرعية دولية تغطي قرار التدخل العسكري في ليبيا. كان شيء في نقطة مهمة كثير، أنه المشهد العام بالمنطقة مش عم يتخذ أثناء النقاش والتحرير الوضع في سوريا. ليبيا منطقة معزولة، يعني سقط النظام ولا بقي القذافي ما بيأثر لا على مصر ولا على تونس، لا سلبا ولا إيجابا، يعني ما في تأثيرات تداعيات إقليمية على الأزمة بليبيا. بينما سوريا لا، سوريا تبين أنه هي خط تقاطع مركزي، هي لا حجر أساسي بهذا البناء. يعني زلزال إذا زلزل. إذا ردت يعني سوريا يعني بالمقابل لاستعمال أوراقها أكيد يعني بس يقول عموس جلعاد أنه كذا كذا نظام بسوريا هو يحمي،
أنا بتقديري هذا كلام يعني كلام يراد به التشويش على النظام بسوريا أكثر من أي شيء آخر. يعني إحنا إذا بدنا نعدد التهديدات اللي تواجه إسرائيل اللي هي بتعتبرها هي حزب الله هي إيران، وبالتالي سوريا هي الدعم لحزب الله هي حليف استراتيجي لإيران، فكيف إذا صارت إذا بقي النظام في سوريا هو لمصلحة إسرائيل؟ ما حدا ينسى أنه وكل الإخوان كان بدمشق أو بإسطنبول أنه خطة أمريكا والغرب وإسرائيل هي تفتيت المنطقة لدويلات وكيانات إثنية ومذهبية ودينية. هذا لسبب العراق هلا الأمريكان عم ينسحبوا إيران تعتبرها انتصار، لكن خلف الأمريكان بالعراق أكبر خلل بالواقع العربي والإسلامي، هو تقسيمات إثنية فتنة سنية شيعية. وبالتالي مين اللي قال أنه إسرائيل مش هتكون مرتاحة إذا فتت سوريا بحرب أهلية؟ وإذا صعد النظام وما كان في بديل مركزي بل كان في دويلات وتصارعات، هذا أكبر مكسب بخطة الشرق الأوسط الجديد اللي هو إقامة سايكس بيكو مش جغرافي جديد، سايكس بيكو اجتماعي مذهبي ديني عظيم. يعني هذا جوابني على سؤالي، يعني هلا رح ارجع على سؤالي، بس معي رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الانسان من لندن معي على الهاتف. مساء الخير استاذ رامي. مساء الخيرات استاذ رامي. كان عندكم اجتماع اليوم كمعارضه سوريه مع وزير الخارجيه البريطاني، باختصار شديد فيك تضعنا باجواء هذا المؤتمر، شو طلبتوا تحديدا وبشو وعدتم؟ حقيقه الامر نحن تحدثنا عن ما يجري في سوريا، وانا كمدير مرصد حقوق الانسان قلت شرحت تماما ماذا يجري في سوريا وكيف يعمل النظام لخلق فتنه طائفيه في حمص وخلق فتنه طائفيه في الساحل السوري. وقلنا يجب على النظام على بريطانيا ان تضغط على الجامعه العربيه من اجل ارسال مراقبين عرب ودوليين الى سوريا لوقف القتل. والسيد ويليام هيك كان يعني متجاوبا وكان رأيه مجابه لرأينا، ولكن نشدد على قضية وحدة المعارضة السورية. قال إن لم تتحد المعارضة السورية لا نستطيع أن نعترف بطرف دون آخر، لذلك الآن هو وقتكم وعملكم ويجب عليكم التحدي. قضية النظام بالنسبة لهم النظام انتهى في سوريا، النظام عليه أن يرحل، ولكن قضية التدخل العسكري هي غير مستبعدة الآن بالنسبة إليهم. غير مستبعدة أو مستبعدة؟ مستبعدة الآن، غير مطروحة، مستبعدة. طيب الاعتراف بالمجلس الوطني السوري، حكيوكم شيء عن اعتراف بالمجلس الوطني السوري؟ بصريح العبارة قال نحن نعترف بمعارضة سورية موحدة، ونحن نعرف الشأن الداخلي السوري، ونعرف أن المعارضة السورية المجلس الوطني يمثل جزء من المعارضة، جزء كبير من قد يكون المعارضة. هناك هيئة التنسيق، هناك الأكراد في سوريا، هناك أطراف سورية، تيار ثالث، لذلك كنا طلبوا وحدة المعارضة السورية من أجل الاعتراف بمعارضة سورية موحدة تحت راية الجامعة العربية. طيب يعني خليني أسألك آخر سؤال، يعني إذا كان الخيار العسكري مستبعد، وإذا كان ما في اعتراف بالمجلس الوطني، وإذا ما كان في دور على الأرض، عشو عم بتراهنوا للمرحلة المقبلة بكلمة؟ بكلمة صريحة، دعهم يرسلون مراقبون دوليين إلى سوريا وساعدك خلال شهر ستسقط النظام. ليش؟ كيف بده يسقط النظام؟ عندما ترسل مراقبين دوليين إلى سوريا وتسحب القوات العسكرية والأمنية من الشوارع ويتوقف القتل، أراهن السيد عصام اللي تحدث من دمشق والنظام في سوريا سوف ينزل الملايين المتظاهرين إلى الشوارع مثل ما كانت في حما ودير الزور. شكرا لك. هل هذا في الورد دكتور محمد؟ لا، صعب يرسل مراقبين. يعني هو مبادرة الجامعة العربية كانت الأكثر واقعية بالنسبة للواقع على السوري، لكن يسجل هون تحفظ على طريقة إدارة الجامعة العربية لمبادرتها مع سوريا. كان واضح الأصابع التركية في هذه المبادرة من خلال أنه الجامعة العربية تعاطت مع سوريا أنه مهلة 3 أيام، مهلة أسبوعين، مهلة للتاريخ كذا وكذا وكذا. هذا الأسلوب التركي بيلمح الإملاءات اللي كان يوجهها إلى دمشق. وزير الخارجية التركي أيضا كان اعترف انه هم كانوا على فرنسيه كامل مع اليوم اردوغان بيقول ايام الاسد معدوده. يعني كانوا عم بيتلاقى مع كلام رامي عبد الرحمن. هو شو في هذه رغبه وامنيه تركيه موجوده من زمان، من اول ما بلشت الاحداث، وهذا مش كلام جديد، يعني دائما بيكرر هذا الكلام. انا بتقديري كل ما ارتفع حده الخطاب التركي كان بيعكس توتر داخلي اكثر، كان بيعكس مأزق عما يفوتوا فيه الاتراك وكل الذين يريدون إسقاط النظام السوري من دون أن يعني هذا الكلام دفاع عن النظام السوري. دكتور عصام خليل، كلامك تعليقا على رامي عبد الرحمن، يعني مسألة سقوط النظام
إذا دخلوا المراقبين يعني ما بتعتقد هذا السيناريو ممكن يكون وارد؟ يا أخي أنا عفوا فقط للتذكير، سوريا وافقت على المبادرة العربية، وعندما طلبت تعديلات لم تكن التعديلات مطلوبة كما تفضل الأخ من اسطنبول وقال زيارة الجرحى وزيارة السجون وغير ذلك، قالوا فقط نحن مسؤولون عن حمايتكم، فمن باب أولى أن نعرف تحركاتكم لكي نضمن حمايتكم. هذه كانت من الأشياء التي رفضتها الجامعة العربية. ثانيا، الجامعة العربية لا تتعامل مع سوريا للأمانة بمنطق المبادرة، وإنما بمنطق عقد الإذعان، ونحن في المحصلة دولة مستقلة، لا يجوز هذا التصرف غير الشقيق وغير الأخوي مع دولة تقول إنك تذهب لحل مشكلتها. ثالثا، ما تفضل به الأخ رامي من لندن، من حق الملايين في سوريا أن ينزلوا إلى الشوارع وأن يعبروا عن توجهاتهم السياسية، لا أحد يختلف في ذلك. نحن مختلفون على مسألة التدخل الخارجي. ومن المفارقات المريرة يا أخي مرسيل أننا الآن نذهب إلى أمريكا وبريطانيا لمساعدتهم ضد شعبنا في الداخل، وهؤلاء هم الذين أنشأوا الكيان الصهيوني على أرض فلسطين، وهم الذين يعملون الآن على استقرار الدولة اليهودية، ولا يمكن أن يكون في فلسطين دولة يهودية خارج إطار منظومة دويلات الطوائف. لذلك أنا أستغرب كيف أذهب إلى عدوي لكي يمكنني من نفسي، يعني هذه المفارقة التاريخ لا أفهم حقيقة. هذا السؤال أحيله للشيخ مطيع، هذا السؤال أحيله لك، يعني سؤال جوهري طرحه الأستاذ عصام خليل، يعني عندكم جواب خصوصا أنه ما تحضرون له ما تقومون به كمعارضة ممكن أن يدخل سوريا شيخ مطيع في نفق حرب أهلية، ممكن مثل ما قال الدكتور بشار امبارحة ممكن تكون وحدة سوريا في خطر، تكون سوريا رايحة إلى تقسيم، يعني هل تتحملون هذا أمام التاريخ؟ أولا، وحدة سوريا في خطر في الوضع الحالي، في الوضع الحالي في ظل حكم بشار الأسد، هذا ما يقوله السوريون. وأنا أريد أن يعني أن نحتكم إلى الحقائق كما أسلفت، لا نحتكم إلى التحليلات، لأن التحليلات قد تصيب قد تخطئ، لكن الحقائق. الإخوة الكرام وأخونا الكريم أن تكلم عن الثقل الشعبي والواقع في سوريا، بدأت في نقطة ساخنة واحدة في درعا في 18/3 الأسبوع الماضي، الإعلام الحر كله أعد 44 نقطة في حمص و44 نقطة في درعا و30 نقطة وأكمل القائمة، هذا ما أحصي. فهل المسألة في تراجع أم في تقدم؟ وهل الثقل الشعبي يؤيد بقاء بشار أم يؤيد أن ننتقل إلى بلد حرة كريمة؟ هذه مسألة. المسألة الأخرى مسألة الحقائق، هل يعبر عندما قلتم أمريكا وإسرائيل، إسرائيل تتكلم عن أمنها بذهاب مثلا إذا كان بعض زعمائها قال هذا الكلام، وأمريكا تقول كلام آخر. أنا أريد أن أقول، أن أحتكم إلى صاحب الشأن. أنا قرأت هندسة في التسعينات، كان حافظ الأسد، وكان معنا رامي مخلوف في كلية الهندسة المدنية يدرس الهندسة. في السنة الثانية كان دخل للامتحان، كان هنالك مكان لطالب، جاءوا عناصر الأمن إلى قاعة الامتحان فطالبوا منه أن يغير مكانه، فقال لا أغير، فأخذوه من قاعة الامتحان وأخرجوه وضربوه وأهانوه. كيف يمكن؟ كان يربى هذا الشخص منذ أيام حافظ الأسد، فهل الآن ننسحب منه ونقول يمثل شخصه؟ هذا رجل كان يعد وهو رقم الآن، وهو يمثل النظام ولا يتبرأ منه أحد. الآن نتبرأ منه من أجل مسألة معينة. المسألة الأخرى هي مسألة إرسال مراقبين. أنا أذكر أيضا أنه جاء منذ بداية اقتحام درعا، بعد اقتحام درعا بتقريبا شهر، جاءت لجنة من الأمم المتحدة، لجنة من الصليب أو كذا، برفقة الأمن السوري. كان هنالك حراسة على دار مثقال أبازيد ألا يقترب منها أي مراقب. السبب أن هذه الدار دكت دكا بالدبابات. يا أخي نحن الآن كيف نجرب أمر جربناه؟ لا يلدغ المؤمن من جحن مرتين. المرء العاقل لا يلدغ يا أخي الكريم. إذا كان مر معنا، وهذه الاسم أنا أطلب الآن من كل وسائل العالم المراقبين أن يذهبوا، وأنا عندي أسماء وعندي إخوة وعندنا تقارير هائلة عن المناطق التي نقبت، لم يسمح النظام، يريد مرافقين للمراقبين، حتى إذا يعني كما حمل الحجاج الأتراكي اليوم حتى يحمي المراقبين الدوليين بنفس الطريقة. دكتور عصام، ماذا في يد سوريا اليوم كأوراق في المنطقة، يعني لإشعالها؟ شو هي الأوراق اللي بإيدها؟ اللي عم نسمع كلام وليد معلم، كلام الرئيس بشار، كلام حلفاء سوريا إن كان في لبنان أو غيره، إنه في أوراق بدها تفجرها سوريا، شو هي؟ لبنان، اغتيالات، سبع أيار، شو؟
لا عفوا أخي الكريم، بداية إذا كنا نتحدث عن حقائق فمن المنطق والعقل أن نقول إن آخر من له مصلحة في تفجير طائفي في سوريا هو النظام السوري. ثانيا، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يبدو أن اللدغة البريطانية والأمريكية والإسرائيلية لا تعد مرة أولى، وبالتالي الإخوان الذين يصلون خلفها الآن يعتقدون أنها ستصيبهم بالشفاء. الأوراق التي بيد سوريا يا أخي الكريم ليست محاولة أو توجه لإشعال المنطقة، على العكس من ذلك. أنا في تقديري أن السوريين يحاولون قدر الإمكان ويبذلون جهودا مضنية كي لا تصل الأمور إلى نقطة الانفجار، لكنهم يقولون بوضوح إذا فرضت علينا الحرب فسوف نذهب في المسألة إلى النهاية. هكذا أنا أفهم السياسة السورية وهكذا أنظر إليها. حرب، أن حرب بأية أدوات؟ حرب بأية أدوات دكتور عصام؟ أخي الإمكانات السورية معروفة لدى الغرب، وهذا هو الرادع الوحيد عن تدخلهم العسكري. ولا تصدق أن المسألة مرتبطة لا بحقوق الإنسان ولا بالديمقراطية ولا بغير ذلك. مثل شو يعني؟ منظومة دول الخليج. نعم مثل شو يعني؟ قليلا نعم. يا أخي الكريم، منظومة دول الخليج تحتاج إلى أكثر من 100 عام لتصل إلى أقل مستوى حياة سياسية في أضعف قرية في سوريا. هذه لا تصدر ديمقراطية ولا حقوق إنسان. هم يعلمون جيدا أن المسألة مرتبطة بتفكيك محور الممانعة. هذا التفكيك يؤدي إلى استقرار إسرائيل كيانا يهوديا خالصا في المنطقة في أرضية مشابهة له عبر دويلات طائفية. وهم يعلمون أن سقوط سوريا كفكر قومي ومشروع قومي ومرجعية قومية سيجعل الآخرين ينهارون تباعا. لذلك يجري العمل على هذا التفكيك، والمسألة غير مرتبطة لا بحقوق إنسان. وكما قال ضيفك الكريم، لو أن الرئيس الأسد استجاب لبقاء القوات الأمريكية في العراق لحكم إلى ما شاء الله وبقي ديمقراطيا. لكن الغرب يعلم جيدا أن لدى السوريين أسلحة تستطيع أن تؤذيهم. التقرير الذي تحدثت به وأشار إلى إيران عرضا، لا يا أخي، ليست تركيا اللاعب الإقليمي الوحيد في المنطقة. هناك إيران، هناك أيضا دول أخرى، روسيا. وتأكد أنه حتى أوروبا الغربية لن تكون بمعزل عن الأذى الذي سيطال المنطقة. هؤلاء الذين يذهبون إلى الانتحار السياسي، لأن الحرب لن تتوقف عند مستوى الإقليم. الحرب ببساطة قد تصل إلى حرب عالمية. هذا الجنون، هذا الانتحار السياسي، ما الذي يريد؟ فقط لكي يحقق الديمقراطية في سوريا؟ لماذا لا نقرأ حتى اتهام سوريا بأنها وافقت على القرار 1441 المرتبط بالعراق؟ كلنا يعلم أنه جرى تفسيره من قبل أمريكا وبريطانيا وقاموا بغزو العراق، وكان النظام السوري النظام العربي الوحيد الذي تجرأ على إدانة هذا الغزو وعلى رفضه. فكيف ونقول أن الأشياء ونقلب الحقائق؟ حتى القرار المتصل بليبيا جرى تفسيره بما يتفق مع التوجهات الغربية للسيطرة على مصادر الطاقة والنفط. لا تدعونا نخدع أنفسنا، مشكلتنا في سوريا تحل في سوريا. نحن السوريين قادرون على التفاهم فيما بيننا. ليس الآن، أنا في تقدير النظام الآن خارج معادلة الاستطاف السياسي. الآن إما أن تقف مع سوريا وإما أن تقف ضدها. كيف يمكن أن أقبل بتدخل أجنبي في بلادي؟ كيف أقتنع أن من زرع الكيان الصهيوني في قلب سوريا الطبيعية سوف يأتي ليساعدني؟ كيف يمكن أن أقبل بتدخل؟ الشيخ مطيع والدكتور محمد، بعد ما أتوقف مع بريك إعلاني بتذكر بدي أخذ اتصالين هاتفيين ناطرين معنا من أول حلقة، كثير تأخرنا عليهم. مجموعة مداخلات الناس أيضا على تويتر وعلى الفيسبوك. نعمل بلحظة استرخاء خاصة مع الشاي الفاكهة الجديد من ليبتون. يأتيكم في أكياس هرمية الشكل مع قطع الفواكه الطبيعية والمنكهات. استمتعي واسترخي مع شاي الفاكهة من ليبتون. شاي ليبتون يقدر على كده. مرحبا، أنا بندر وحاب أوريكم مكتب اللي تجهز بكل سهولة. هذه اللابتوبات اللي قدموا لي إياها، ووفروا لي إنترنت للمكتب وخارج المكتب. مو بس كده، وكمان يعطونك موبايلات ذكية لكل الموظفين. وهذه غرفة السير فراغ ريحوني منها، شوفوا كيف صارت. وقدموا لي أحدث تقنيات الاتصال، بالإضافة إلى فريق دعم فني على مدار الساعة. كل هذا بدون أي رسوم تأثير. يعني باختصار، موبايلي جاهز لمكتبي، مكتبي من موبايلي، مكتبك جاهز للعمل. هل سمع
سمعتي عن أفضل تكنولوجيا لتجانس لون البشرة على الإطلاق من توم فلوليس وايت، مصفى سريريا للحد من البقع الداكنة وتجانس لون البشرة في 7 أيام فقط. توم فلوليس وايت تقدم لك أفضل ما لديها. يا أهلا يا أهلا بالسعدي. لك أهلا بك يا جارتنا أم محمود. شو بينك زمان ما عملتي بيت الزيارة؟